حالكم؟ بخير طيبين؟ شلونك؟ طيب؟ وش حالك؟ بالسلامة؟ يلا حيّا، يلا حيّا. أشكركم على حسن الضيافة الجميلة اللي أنتم يلا حيّا، يلا ضفتونا بيها. يلا حيّكم ضيافة. لسه واصلين على قطر وضيافتكم. إن شاء الله. المحل محلكم. المحل محلكم. والبلد بلدكم. وحده بيت الشعر لا باب له. مفتوح مثل قلوب ساكنيه. على الدوام تجد من يرحب بك. تلك عادات تتوارث من جيل إلى جيل. صب القهوة يا خبرنا على الخيمة. الخيمة طامرك هذا بيت. بيت؟ صب على اليمين. صب على اليمين. شايفين التمرة على طول لازم يبقى. التمرة فوالة تفاول. يلا تفضل تفضل. يا رب. تفضل. هاي بيت الشعر. احنا نسميه بيت. يعني مصنوعة من شو بالضبط؟ مصنوعة من صوف غنم. يصنعونها من غنم يسدونها ويبنونها. الحين نسويها ماكينة. الحين نسويها ماكينة. الأول اللي يسوونها البدو نسوان الحريم يسوونها حطها سدوه وتسدي بنداه وتسدي. لما تروح على الدوحة وتشوف الأبراج بتفضل هيدا الحياة أو شو بتحس للأبراج؟ والله كل شيء زين، كل شيء هو مسمى زين. اللي يرغب المدينة أحسن، واللي يرغب المكان ده أحسن. أنا أرغب والله، أنا أرغب البر، أرقد فيه، أستانس فيه، لا أسمع السيارة، لا أسمع ريح الصعاب، لا أسمع سيارة الصيحرة، لا أسمع ونان، أستريح شوي أرقد. لكل طعم لكل بر طحين تسوي وعيش. ما راح المعة البيت هي اللي تطبخها وهي اللي تسوي الأكل وهي اللي تسوي الريوق وهي اللي تحلب الغنم وهي اللي تبل الحطب وهي اللي تسنع البزران. هي مسؤولة كلها المرأة. طب وأفراحكم وأعراسكم يعني لو في مثلا عرس؟ عراسات الحين ما عاد تبقى في الخيمة ولا برد؟ لا عراسات الأول في الخيمة. لو. لا في الأول تذبح لك ذبيحة خروف واحد ولا اثنين، سمعت؟ بتعزم ربعك اللي حواليك وتعرس. طب ولما يجي لعندك حدا لهون؟ ضيوف. ضيوف استانس على الضيوف. سولهم معاي وتعشهم معاي واستانس وياهم. ما يقدر وقت طويل عليك، لكن عندك ضيوف يقدر وقت قصير. أهلا بك في قطر، حيث المكان يتسع للجميع ويرحب بالزائرين، لتكون إجازتك مزيجا من الترفيه والمتعة والتثقيف أيضا. لا يتكبد السائح عناء في الوصول من المطار إلى قلب الدوحة. 10 دقائق فقط تكفي لتصل إلى فندقك المفضل. الفنادق في الدوحة تخاطب مخيلة المترفين والمرفهين. فإذا كنت من هواة النجوم الخمس وتطمح إلى الأكثر، أمامك خيار واسع. سنفتح لك باب الشرق، حيث نضمن لك أحلاما هنيئة على سرير ينسيك ساعات الطيران الطويلة. ففي بنائه وهندسته الداخلية متعة للعين وراحة للنفس، وقد يكون مثاليا لمن يبحث عن إجازة لا تخلو من الخيال. مع التوسع الاقتصادي اللي أصبح لقطر وزيادة عدد السكان وسمعة قطر في على المحفل العالمي على المستوى العالم، تطلب أن احنا نتجه لصناعة السياحة، ولكن بمنظور ثاني مع عملية تركيز على السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال. كثيرة هي فنادق الخمس نجوم في الدوحة، ولكل منها ميزته وتفوقه. فهناك ما يناسب رجال الأعمال وكبار الزوار، ومنها ما هو أنسب للعائلات. لا عجب
أن الطلب المتزايد على الغرف الفندقية في الدوحة دفع الإدارة العامة للسياحة إلى التفكير بمضاعفة عددها. مع التوسعات الفندقية اللي حاصلة الحين على 2012 نتوقع زيد عدد سعة الغرف لتقريبا 29 ألف غرفة فندقية وشقق فندقية. صحيح أن الفندق فيه كل أساليب الراحة والاسترخاء، ولكن هناك أماكن كثيرة لتشاهدها في الدوحة، فإذا كنت ممن يستيقظون باكرا لا تدع فرصة التنزه على الكورنيش تفوتك. فعلى طول 7 كيلومترات بمحاذاة البحر ستشعر أن يومك مليء بالحيوية، وستصادف الكبار والصغار يشاركونك نفس الهواية. الثقافة والتراث الإنساني جزء من البرنامج السياحي أيضا، وفترة الصباح مثالية لزيارة المتاحف، أما أكثرها شهرة وجذبا هو متحف الفن الإسلامي، وتلك قصة تروى. لكل قطعة قصة ومنشأ، وما فعلته دولة قطر أنها جمعت شمل مئات التحف الفنية والكنوز المشردة في أنحاء العالم، وأوجدت لها مكانا صمم بأسلوب معماري يليق بما تحتويه من تراث إنساني يعبر عن روح الإسلام وثقافته. متحف الفن الإسلامي يحتاج إلى أكثر من زيارة، فلكل قطعة طعم ولون ورائحة. لن نبتعد كثيرا عن الماضي على